برضو مش عايزة تتكلمي؟ أنا قلت لك ما عنديش حاجة أقولها. براحتك براحتك يا دينا. أقدر أمشي دلوقتي؟ للأسف حضرتك هتشرفينا الليلة. عزرا كندا. الو الو عابد وصل لمين؟ الظاهر مسافر هو ومراته. يمنعوا سفره باي طريقه، ما يخرجش بره اسرائيل. استنى بص، مراته هي اللي سافرت لكن هو لا. تخليكوا وراه، ما يغيبش عن عينكم لحظه. يا كوف تشوف لي قابد كرمان حاجز تذكرة سفر على أي شركة طيران ولا لأ، وترد عليها بسرعة. مادام الكل سافر يبقى أكيد هو كمان مسافر. عزرا أخبار ديانا إيه؟ أكيد استوت أدوم. تفوتة سافر امتى يا عابد؟ المفروض اسافر النهارده. في مهمه عايزينك تعملها قبل ما تسافر. مهمتي؟ اقعد وهقول لك تعمل ايه.
أنا قلت لك ما أعرفش ما أعرفش. أزرا كندون على فكرة السيد يوسف بلغني إن من حقك تقبل المهمة دي أو ترفضها. وافرض إني رفضت؟ آلاف المصريين هيموتوا، عساكر وضباط. ها عبد هتقوم بالمهمة؟ هسيبك أنا دلوقتي عشان تقدر تجهز نفسك وتعمل اتصالاتك. هستناك في المطار على ميعاد طيارتك. أهم حاجة في المهمة دي محدش يعرف أنت رايح فين ولا هتعمل إيه. ربنا يوفقك يا